مباركة المملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل المسيحيين الحسانية العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوية وغصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنيين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. رب ارحم. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة
الطاهر الفائق البركات المجيدة، سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود، أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الداهرين. آمين. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το εντός μου το όνομα του Αΐων αυτού. Ζαβάτι βαλίδα τη λίλα για μου χάλις ου χάλις να Βάρικη ανευσή αραμπά βαλά τανσί γεμιά μου καφάτε. Ζαβάτι βαλίδα τη λίλα για μου χάλις ου χάλις να في السماء هيا عرشه ومملكته تسود على الجميع. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. بشفاعة خالصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. إلى يسوع عضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، مع جميع القديسين لندع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل آن وإلى دار الداهرين. آمين. سبحي يا نفس الرب أسبح الرب في حياتي وأرتل لإله ما دمت موجودا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها صوني معصيته وَنَسْتَاسَكْ نَكْرُونْ صَالُنْ دَاسِ عَلِلُوِيَا. يملك الرب إلى الأبد إلهك يا صهيون إلى جيل فجيل. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل
لك هاليلويا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكلان وإلى دار الداهرين آمين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مائل، لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله دائمة البتولية مريم، وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلهنا، وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الله والروح القدس خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. اعضد واخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطائرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم الفائقة قدسها والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين لندع أنفسنا وبعضنا بعضاً وكل حياتنا المسيح الإله سيكيريا أتي أغاثوس كي فيلانثروبوس إيوس إيباركيس كي سيتين دوكسان أنا بابومين تو باتريكي تو يوك تو يو بنيفماتي نينكي آيي كيستو سيوناس τον αιώνο. Αμήν. Αντάμα αν χαδαρτα ηλα الموت أيها الحياة الذي لا يموت الجحيم ببرق لاهوت وعندما قمت الأموات من تحت الثرى صرخ نحوك جميع القوات سماء
الجحيم ببرق لاهوتك، وعندما أقمت الأموات من تحت الثرى صرخ نحوك جميع القوات السماوية. أيها المسيح إلى معطي الحياة مجدولا، قد منحتنا عجائب قديسك الشهداء سورا لا يقتحم. أيها المسيح الليلة فبتضرعاتهم شتت مشورات الأمم، وأيد صولجان الملكة بما أنك وحدك الصالح والمحب البشر. شفعاء الأردن لمن فيه ولدوا، حمده الأولى عاشوا حياة نسك الشريف، لنمدحهم كمجاهدين ببهاء ماتوا مستشهدين، ومجدوا الأرض في الأردن وهم أحباء الله في فيلادلفيا بهم تعزوا، والأرثوذكسيون يفخروا. السلام عليك يا والدة الإله العذراء الممتلئة نعمة، لأنه منك أشرق شمس البر المسيح إلهنا ينير الليل في الظلام. فافرح وابتهج أنت أيها الشيخ الصديق لحملك على ذراعيك محررا نفوسنا ومانحنا البعث والقيامة. يا شفيعة المسيحين غير الخازية، الواسطة لدى الخالق غير المردودة، لا تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأ، بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة، نحن الصارخين نحوك بما بادر إلى الشفاعة، واسرعي في الطلبة يا والدة الإله متشفعة دائما. بمكرميك إلى الرب نطلب يا ليسوع، لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد. أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان. و
وإلى دهر الداهرين. أيها الإله القدوس المستريح في القديسين الذي يسخر السرافين في الأسوار فلكي بالتقديس ومجيده الشروبين وتجد له السماويات والأرض هذه الكرمة والصحام التي يمينك غرستها إلى سنين عديدة يا
σκέψον εξ ουρανού και είδεν και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν την εφύτευσεν η δεξιάν σου. السمان. يا رب يا رب وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها. وخلص ورا
احفظنا يا لتكن سنوه عديدة Θεοφίλου του μακαριώτα του θείωτα του τε και Παναγιώτα του Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Συρίας Αραβίας πέραν του Ιορδάνου Κανά της Γαλιλαίας και Αγία Σιών πολλά τα έτη. Θεοφίλους ουλάμπου λαγδάς ετουμπάουι ουαλγαζίλου λαχτήραμ Πατριάρχα المدينه المقدسه اورشليم وسائر اعمال فلسطين سوريا العربيه وعبر الاردن وقنا الجليل وصيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنو عديدا كريستوفروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتستر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سنوه عديدا كريستوفاروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس أساخفة على مدينه
يا كوفونيوس المقدس المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سير الأردن أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدا. كريستوفوروس الكل الطور والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس سقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سير الأردن أبونا ورعينا لتكن سنو عديدا. قوتي وتسبحة الرب أدبا أدبني الرب. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا. يا إخوة إذ قد بررنا بالإيمان فنلنا سلام من الله في ربنا يسوع المسيح الذي به حصل أيضا لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ومفتخرون في رجاء مجد الله. وليس هذا فقط، بل أيضا نفتخر بالشدائد عالمين أن الشدة تنشئ الصبر والصبر ينشئ الامتحان والامتحان الرجاء والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد أفيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي أعطي لنا. لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء مات في الأوان عن المنافقين، ولا يكاد أحد يموت عن بار، فلعل أحدا يقدم على أن يموت عن صالح، أما الله فيدل على محبته لنا بأنه إذ كنا خطاة بعد مات المسيح عنا. فبالأحرى كثيرا إذ قد بررنا بدمه نخلص به من الغضب، لأن إذ كنا قد صلحنا مع الله بموت ابنه ونحن أعداء، فبالأحرى كثيرا نخلص بحياته. ونحن مصالحون. سلام لك أيها القارئ ولكافة الشام. هللويا هللويا هللويا. نستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحكم.
فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي التلميذ الطاهر. مجد لك يا رب المجد لنصغي. قال الرب: سراج الجسد العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، وإذا كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. لا يستطيع أحد أن يعبد ربين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويرذل الآخر. لا تقدرون أن تعبدوا الله والمال. فلهذا أقول لكم: لا تهتموا لأنفسكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست النفس أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، فإنها لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن في الأهرام، وأبوكم السماوي يقيتها. أفلستم أنتم أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ اعتبروا زنابق الحقل كيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. وأنا أقول لكم إن سليمان نفسه في كل مجده لم يلبس كواحدة منها. فإذا كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم وفي غد يطرح في التنور يلبسه الله هكذا، أفلا يلبسكم بالحري أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فإن هذا كله تطلبه الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا كله. فاطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذا كله يزاد لكم. المجد لك يا رب المجد. أبنائي،
في البداية كل سنة وأنتم سالمين بمناسبة يوم الأحد، لأنه اليوم الأحد هو يوم مميز لكل إنسان مؤمن، لكل إنسان مسيحي، لأنه يوم الأحد في نكهة القيامة، في نور الحياة، في طعم الملكوت والحياة الأبدية. بالنسبة إلنا يوم الأحد مش ما هو زي باقي أيام الأسبوع، ولكن يوم الأحد هو يوم القيامة. وعشان هيك في القداس الإلهي بصلاة السحرية الكاهن بيقرأ الإنجيل اللي منسميه إنجيل اليوثينا. إنجيل اليوثينا هو اللي بيحكي عن 11 مرة اللي المسيح ظهر لتلاميذه بعد قيامته من بين الأموات، وبيقرأوا الكاهن من الهيكل من جوا. بأخذ الكاهن مكان الملاك اللي كان يستنى بالنسوة حاملات الطيب حتى يحكي لهم إيش جايين تطلبوا الحي بين الموتى. المسيح قام، مش هو ها هنا، شوفوا المكان اللي كان موضوع فيه. وعشان أحد الأناجيل بيحكي كان ملاكين، عشان هيك كمان الشماس أو واحد من أبنائنا الخدام في الهيكل بأخذ شمعة وبيوقف مقابل الكاهن حتى يأخذ مكان الملاك الثاني اللي كان موجود عند القبر. وبعد ما ينتهي هذا الإنجيل اللي منسويه بالسحرية الصبح، الأسقف إذا كان موجود أو المتقدم بيحكي إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجدن للرب القدوس يسوع المحصوم وحده من الخطيئة. إذ قد رأينا قيامة المسيح، نحن شفنا إنه المسيح قام من بين الأموات، ومنعترف دائما بقيامته، ونحن شهود لقيامته. وعشان هيك نحن منعيش هاي الحياة اللي هي حياة الملكوت. أبنائي، مش لازم يوم الأحد يفقد قدسيته عنا. يوم الأحد هو اللي بعطينا في قلبنا تعزية رجاء، هو اللي بيخلينا بحضورنا. انتبهوا، مش يوم الأحد لأنه يوم الأحد، لا، يوم الأحد بيكتسب جوهره، بيكتسب روحه لما منيجي على القداس الإلهي ومنحضر القداس الإلهي. عشان هيك انتوا محظوظين، انتوا مباركين، انتوا طوبى إلكم اللي انتوا موجودين في القداس الإلهي. وهاي دعوة من أبوكم، من رعيكم، من الأسقف. انتوا أولادي اللي ما بتيجوا للكنائس، ما بتترددوا على الصلوات، وما بتحضروا القداس الإلهي. الكنيسة من خلالي يسوع بدعوكم ما تبعدوا أكثر عن الكنيسة أولادي، ما تخلوا العالم يخدكم، تعالوا ارجعوا لحضن أبوكم السماوي اللي بينتظركم حتى تأخذ حياتكم قيمة، معنى، جوهر. لأنه بدون المسيح ما في قيمة للحياة، ما في جوهر إلها. بدون المسيح الحياة بتكون عفن وموت. نعم أبنائي، هاي الحقيقة لازم نعترف فيها. بدون المسيح شو نحن؟ نحن مش موجودين بدون المسيح. ليش؟ لسبب كتير بسيط، لأنه في لحظة منصير جثة، وهاي الجثة بعد ساعات قليلة ريحتها بتطلع، بتصير مقرفة. حتى أحب الناس إلنا بيحكوا بسرعة ناخده نروح ندفنه، ريحته طالعة. ليش؟ لأنه نحن جثة، لأنه نحن موت، نحن تراب، نحن ولا إشي. إمتى بيصير إلنا قيمة؟ إمتى بيصير إلنا وجود؟ إمتى بيكون في إلنا حياة؟ مع المسيح. أنو المسيح؟ القائم من بين الأموات، اللي أعطانا الحياة، اللي بموته موت الموت، وحكالنا إذا متوا مش رح تموتوا لأنكم أحياء معي. هذا هو المسيح اللي فقط معه نحن منعيش، نحن منكون موجودين.
في بعض أولادي في المدارس، وبكل أسف هاي صارت موضة، بكل أسف بتألم. الإلحاد أصبح موضة في زمننا، أولادنا بمدارسنا بتباهوا إنه أنا ملحد، وبتباهى واو صار موضة، وبده الكل يقلده، بده يكون زيه ملحد. وأنا بحكي لهم مرات لما بيسألوني في مناقشات إنه المسيح الله موجود، بحكي لهم الله مش موجود، الله هو الكائن، هو أؤون، هو الكون، هو الكيان. إذا ما بدك تعترف بالله إنه هو الكائن، معناته أنت مش موجود، معناته أنت جثة، معناته أنت موت، معناته أنت جثة مقرفة، ريحتك رح تطلع بعد ساعات. مع المسيح أنت موجود، أنت الموجود، هو الكائن. المسيح مش موجود، أنت الموجود. إذا كنت مع المسيح الكائن، أؤن، أنا الكائن، حكى إغو إيميتو أون. المسيح هو الكائن، أنت الموجود. وإمتى بتكون موجود؟ لما بترتبط مع المسيح. بدون المسيح ما بتكون موجود أنت. هذا كتير مهم أبنائي نعاه، ونعطي لأولادنا الحياة، نعطي لأولادنا القيامة. هذا هو يوم الأحد، عشان هيك مهم يوم الأحد ما يفقد قيمته. اجتمعوا، حاولوا، بعرف أنتوا الأمهات والأباء بتحاولوا كتير، إيد الكنيسة معكم، حاولوا ادعوا أولادكم يجوا على الكنيسة يوم الأحد، يتناولوا، يصلوا، بعدين روحوا مع بعض، اجتمعوا في البيت، تغدوا مع بعض، صلوا مع بعض، احكوا أبانا الذي قبل المائدة، اشكروا الله بعد المائدة. خلي العيلة تلتم، نحن محتاجين الكنيسة الصغيرة، كنيسة البيت، العائلة ترجع فيها الحياة، ترجع فيها المحبة، يصير في بنات العائلة لغة مشتركة. أبنائي أنا بحزن عائلات فقدوا التواصل مع بعضهم البعض، في أزمة عنا، نحن في وضع صعب، كل واحد قاعد على جهاز وفي عالمه، ولا واحد ما بتواصل مع بعض، كل واحد بغرفة، البيت ممزع، في ضياع، الأب والأم ما بيعرفوا أولادهم وين، في الغرفة اللي جنبهم ما بيعرفون مع مين بتواصلوا، ما بيعرفوش شو بتشكل بذهنهم، مين بيلعب بعقولهم، مين بيأثر عليهم. وعشان هيك منشوف الإلحاد بيزيد، منشوف المخدرات بتكتر، والمصيبة الأكبر صارت حتى جرعة المخدرات ثمنها بسيط حتى يقدر كل واحد يأخذ، وعمالهم ببثوا في أذهان أولادنا إنه شو المخدرات، ما هي عادية، وهي الدولة الفلانية أقرتها، والدولة الفلانية سمحت فيها. أولادي ما تسمعوا هيك كلام، ففي في أزمة، وهذا كله نحن محتاجين لعودة لربنا. رح تحكوني شو نعمل؟ اعملوا إنكم بوجودكم اليوم، أنتوا في الكنيسة بتعملوا أبنائي، وجودكم اليوم هون معنا هو بحد ذاته هو عمل، وجودكم هون في الكنيسة هو مقاومة لروح العالم. أنتوا موجودين مع المسيح، والمسيح حاضر معكم، أمنا العذراء هي حاضرة، والقديسين والقديسات، ولما تطلعوا من باب الكنيسة رح تخدوهم، هاي البركة رح تخدوها معكم، رح تخدوا الحياة، رح تخدوا النور. عشان هيك خلوا أبنائي، وصاتي إلكم أنتوا الأبنائنا اللي بتصلوا الموجودين في الكنائس، خلوا نور المسيح معكم، خلوا المحبة موجودة بقلبكم، زي ما حكى إنجيل اليوم، سراج الجسد العين، إذا كانت عينك شريرة كل جسدك شرير، إذا كانت عينك نيرة أنت كلك بتكون نور. شوفوا المصيبة، بحكي الإنجيل، إذا كان لما تكون عينك شريرة، إذا كان الظلام اللي أنت لازم تشوف فيه كان ظلام، كيف بده يكون الظلام؟
عشان هيك قديش مهم إنه ننتبه كيف قلبنا يكون نقي، كيف عينينا حواسنا تكون نقية، هيك نشوف بعضنا البعض بهاي الأعين حتى نقدر إنه نتواضع أبنائي. فقط بالتواضع كل ما تواضعنا منقدر نتسامح ونحب بعضنا البعض. أبنائي كتير مهم إنه المسيح ينعكس على حياتنا، على محبتنا لبعضنا البعض. رح نسمع دائما جهات أو أفراد يحكوا علينا ويضطهدونا وما يفهمونا، مش مشكلة اتركوهم، خليهم يحكوا. انتوا في قلبكم خلوا المحبة، خلوا اللغة هاي هي موجودة، واتركوا المسيح اللي هو رح يتكلم في الآخر. الكل في الزمن اللي احنا عايشين فيه خايف، شوفوا الخوف القلق اللي دخل فيه العالم. ناخذ المطعوم ولا ما ناخذ المطعوم؟ نلبس الكمامات ولا ما نلبس الكمامات؟ في تجمعات ولا ما في تجمعات؟ شو بده يصير في الاقتصاد؟ شو بده يصير في البطالة؟ شو بده يصير في أولادنا اللي بتركوا باستمرار أشغالهم وبيقعدوا في البيوت؟ العالم بتغير، في أزمة في العالم، ومصدر هاي الأزمة روحية، ونحن بأعين الروح شايفين لوين نحن رايحين. عشان هيك الكنيسة بتدعونا فقط للتوبة، وإنه نتسلح في مطعوم المناولة والمي المقدسة. هذا هو مطعومنا نحن، إنه نتناول ونكون تحت توبة، نكون في عنا توبة حقيقية، نكون في قلبنا في تواضع ومحبة، ونتناول جسد ودم المسيح. هذا اللي بعطينا حياة وبعطينا مقاومة على الأعداء المنظورين وغير المنظورين. أبنائي في نهاية كلامي، ما تخلوا الخوف ولا القلق يتغلغل في قلوبكم بسبب كل هذا اللي بحدث في العالم. اتصلت فيه أحد بناتنا الروحيات من أحد الدول في العالم، لأنهم بمروا بظروف صعبة، حتى الأولاد بمروا بظروف صعبة في الخارج. فكانت تسألني شو منا نعمل. شفتها قلقة مضطربة كتير، حكيت لها أوعك تضطربي يا بنتي، لأنه هدف كل البحدث في العالم إنه يخلي الإنسان يكون قلق مضطرب خايف. ما هذا يصير في قلوبكم؟ نحن معنا المسيح، مع المسيح ما منخاف من المستقبل، مع المسيح منكون في أمان، لأنه هو بيقود حياتنا. كتير مهم أبنائي هذا السلام وهذا الفرح اللي بعطيه المسيح لإلنا يكون حي في قلوبنا. فبالتالي ما تخافوا، ما تقلقوا، ما تضطربوا، ولكن توبوا، صلوا، تناولوا، كونوا قريبين من القداس الإلهي، كونوا قريبين من المسيح اللي هو الحياة. ومع المسيح ما تخافوا، ما في إلا حياة، نور وقيامة وأبدية. أبنائي بتمنى لكم نعمة وبركة المسيح دائما تحميكم. بكرة عيد القديسين بطرس وبولس، كل سنة وانتوا سالمين. بكرة بنتهي صيام الرسل، بكرة عيد هامتي الرسل بطرس وبولس. في قداس بهاي الكنيسة، واليوم المساء في صلاة الغروب هون عنا في هاي الكنيسة. أنا اليوم رح أكون هون في صلاة الغروب، وفي ميزة هاي السنة، وأنا بسفرتي هاي وجدت في أحد الأماكن ذخائر القديسين الرسل الاثناعش، طلبتهم وحكيت لهم تعطوني إياهم بس أخذهم على الأردن أحتفل فيهم مع أولادي اللي بحبهم، مع رعيتي في الأردن، نحتفل مع رفات الرسل بعيدهم الاثناعشر رسول، الاثناعشر قديس. فأخذتهم لفترة شهر ورح أعيدهم، فبالتالي رح يكونوا معنا كمان رفات الرسل الاثني عشر اليوم بصلاة الغروب المساء في هاي الكنيسة الساعة 6 المساء، وبكرة الصبح القداس الإلهي. من عايد أبونا بطرس وبولس اللي بعيدوا بعيدهم بكرة، منتمنى لهم كل سنة وهن سلمين، هم بيخدموا هون في الكنيسة، ربنا يباركهم ويبارك خدمتهم اللي تكون فيها قداسة وفيها سلام. ومن عايدكم كلكم أبنائي، أنا بكرة
في القداس رح أكون في البشارة في العبدلي، ولكن أنتوا رعية دخول السيد للهيكل كونوا هون في كنيستكم، صلوا احتفلوا بالقديسين بطرس وبولس، ومن عايد كل أبنائنا اللي اسمهم بطرس أو بولس، وبعد بكرة الاثني عشر رسول، برضو من عايدكم بهاي المناسبات الروحية المهمة بالنسبة لنا اللي رح نتكلم عنها بكرة وبعده، عن الرسل الأطهار وأهميتهم في حياتنا. كل سنة وإنتوا بخير، نعمة وبركة وقداسة أبنائي، ربنا يحميكم دايما مع كل محبتي لكل واحد فيكم، أمين. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين، نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ والحمد، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ والحمد، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ والحمد. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقا أن يتقدم إليك ويدنو منك ويخدمك يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضا، ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنسانا بلا استحالة ولا تليد، وكنت لنا رئيس كهنة وسلمتنا الخدمة الكهنوتية لهذه الذبيحة غير الدموية، بما أنك سيد الكل، لأنك أنت وحدك تسود ما في السماوات وما في الأرض أيها الرب إلهنا، رب السرافين وملك إسرائيل المستوي على العرش الشرفي، يا من هو وحده القدوس المستريح في القديسين، فإليك أبتهل أيها الصالح السميع وحده، تقدم حاميا عنقي واطلب اليك، فلا تصرف وجهك عني ولا ترضني في البيت المال، لكن احيلا بان تقدم هذه القرابين على يدي العبد الخاطئ غير المستحق، لانك انت المقرب والمقرب والقابل والمتوفى عند المسيح الهنا، واليك نرفع المجد مع ابيك الذي لا اله وروحك الكل قدسه الصالح المحيي الان وكل وان والى دهر الداهرين امين. انتشروا في مستقوس كونيزوس كيزو بيوتري
الأرثوذكسيين
وجميع المسيحيين الحسن العبادة أرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين يذكر الرب الإله في ملكوت السماء كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين الآن وكل آن وإلى دار الداهرين رئاسةً كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة الشمامسة والرهبان والراهبات وكل أخ لنا في المسيح أخانا المتروبوليت فينادكتوس مع إخوتي وشركائي في الخدمة الإرشمندريت خريستوفوروس والإيكونوموس إبراهيم وبطرس فرح خارالمبوس وسوفرونيوس مع الشمامسة سيلفستروس ونكتاريوس جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والذين تغيبوا عنا لأسباب مرضية لدى الرب مع جميع الذين في الضيقات والأحزان والأمراض والشدائد الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والزلازل والكوارث والأوبئة والذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في هذه الكنيسة المقدسة وفي جميع أديرة وكنائس المملكة مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء مع أولادنا الذين على مقاعد الدراسة في التوجيه مع الذين على فكر كل واحد منكم مع أمة الله ليلى ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دار الداهرين آمين. الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية باني هذه الكنيسة المقدسة مع البطريرك ثيودوروس المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين ورئيس الأساقفة سيلفستروس مع جميع رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة الشمامسة والرهبان والراهبات الذين خدموا في جميع أديرة وكنائس المملكة مع جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا والذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين كهنوتكم وشموسيتكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين تحتفوا حول
وشموسيتك ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. إله سيدي بل منا ايضا نحن الخطاه طلبات وقدمناها من اجل هذه القرابين المكرمه الموضوعه الى الرب نطلب ونحن نروح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين الموضوعه وعلى كل شعبك من اجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب كيريا هلايسو من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك كيريا لايسو أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا الرب نسأل تجيب يا رب غفران خطيانا والصفح عن ذنوبنا الرب نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل تجيب يا رب أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل رسولك أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل يا بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين السلام لجميعكم ومع روحي
المسيح معنا بإمبارح كان وكان ويكون الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضاً يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين لنقف حسناً لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم ومع روحك أيضا لنرفع قلوبنا فاضيا لنا عند الرب لنشكرن الرب حق وواجب حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مكان سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود والكائن هو بلا تغير أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلمه ومما نجهله ظاهراً كان أم خفياً ونشكرك أيضاً على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين وبتسبيع الظبر مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس قدوس قدوس
اسم رب السبور السماء والأرض مملوءتان للمجد وصف الرب باسم الرب ملآن دوني السماء هذه القوات المضبوطة أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت وكلي القداسة أنت وإلهك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكلي القداسة وملك عظيم الجلال يا من أحب عالمك بهذا الإقرار حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة الأبدية التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا ونحن لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجلنا الصلب والقبر والقيامة ثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيد التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر يا رب وإليك نطلب يا إلهنا يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني إن نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية ونرغب إليك ونطلب ونتضرع فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم محولا إياهما بروحك القدوس حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس لمغفرة الخطايا لشركة الروح القدس وملء ملكوت السماوات والدالة لديك لا لدينونة ولا لإدانتنا ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين ارتاحوا من هذه الحياة أيضاً على الإيمان من الأجداد والآباء رؤساء الآباء والأنبياء الرسل والكرز المبشرين والشهداء المعترفين والنساك وكل روح صديق توفي على الإيمان أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام وولدت خالقها خلص الذين يعظمونك خلص الذين يعظمونك خلص الذين يعظمونك خاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم جميع فبطلباتهم افتقدنا يا الله اذكر جميع الذين رقدوا عن رجاء البعث الحياة الأبدية جميع الذين ذكرت أسماءهم على الذبح المقدس من رقدوا وارحمهم يا إلهنا حيث يشرق نور وجهك
ونرغب إليك يا رب أيضا أن تذكر جميع الأساقفة المستقبلية القاطعين كلمة حقك باستقامة وجميع الكهنة والخدام في المسيح كل الطغمات الكهنوتية والرهبان المتوحدين ونقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل المسكونة أيضا من أجل الكنيسة الجامعة المقدسة المسؤولية من أجل العائشين بالطهارة والسيرة الحميدة من أجل ملوكنا المؤمنين مقبلين المسيح وكل بلاطهم ومعسكرهم امنحهم يا رب أن تكون ممالكهم في سلام لكي نقضي نحن أيضا في ظل أمنهم عمرا مطمئنا هادئا على تمام حسن العبادة والتهديد عظيم هو اسم الثالوث القدوس أيتها القائل قدسها والدة الإله عينينا عظيم هو اسم الثالوث القدوس أيتها القائل قدسها والدة الإله أعينينا ونادتك والسلام والعافية والخلاص اذكر يا رب أولا أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقيقة باستقامة أهلنا جميعا اذكر يا رب أولا أبانا ورئيسا كانتنا خريستوفروس وأبو لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة جميعهم وجميعهن واعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم مع روحه بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقلي المقدس برائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوض النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب اعذر وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل لك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل وبلا خطايانا والصغار قلوبنا الرب نسأل سجب يا السلام للعالم من الرب نسأل فراشه كيريا أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل سجيب يا رب أن تكون أواخر حياتنا ما
مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح مروا بنسأل. بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنود عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. سكيريا. أهلنا أيها السيد أن نكسر بدالة على أن ندعوك أبا غير مديني أيها الإله السماوي ونقول ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لا نأكل عن دار الدائرين آمين السلام لجميعكم ولروحك أيضا لنحني رؤوسنا للرب نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار يا من قدرته التي لا تخلق خلق كل البرايا بكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء انظر الذين أحنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلن حدوثه من الأمور حتى يكون للخير لنا جميعا على حاجة كل واحد منا سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا بنعمة ورافات ابنك الوحيد محبتي للبشر الذي أنت مبارك معه مع روحك الكلي قدس الصالح والصانع الحياة لا نأكل أوان وإلى دار الدائرين آمين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اسقي من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا هاهنا غير منذور أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني فلنصغي المقدسات للقديسين سالمين وبتضلوا بالصحة والسلامة وباسم هاي الرعية من عايد أبونا بطرس وأبونا بولس في عيدهم إن شاء الله بتضلوا بالصحة والعافية وانت أبونا دايما بخير تكون أبونا إبراهيم أبنائي كمان اليوم حبيت من اليوم ببركة ربنا تعرفوا في الكنيسة فيها مرتل والمرتل هو ابننا أمجد مخامري هو مرتل اليمين ربنا يعطي الصحة والقوة أنا بعرف مع التزاماته العديدة بالعنده في المدرسة وعدة جهات وبيحضر للدكتوراه ومع ذلك بيكون موجود معنا ربنا يباركه ويبارك ترتيله وخدمته للكنيسة مع كل محبتي لإله ابني ماجد ولكن كمان أبنائي رتبت من هذا اليوم ببركة ربنا رح يستلم خورس اليسار ابننا الروحي قيس قصي اللي رح يكون كل يوم جمعة وأحد مستلم خورس اليمين ماجد خورس الشمال
قصي قصي هيك ببركة ربنا مع باقي أبنائنا اللي لهم كل محبتي والبقدرهم هدول الشباب خيرة الشباب والصبايا اللي بيرتلوا بعرف قديش كانوا وتدربوا مع ماجد وكان لهم دور كبير في هاي الكنيسة مع كل الإخوة اللي كانوا إما كان نبيل أو أنيس أو مين كان كمان سمحوني للأسماء مرات بنسى الأسماء ولكن كل محبتي وتقديري ولكن الكنيسة وأنا كأسقف في الكنيسة لازم يستلم الخورس أشخاص اللي بعينهم الأسقف فبالتالي أنا بحط ابني ماجد وابني قصي هدول الاثنين بيكونوا على الخورسين مش لازم الكنيسة تكون بدون ما تكونوا أنتوا واحد منكم موجود بترتبوا مع بعض حتى دايما يكون الترتيل مريق مع ابننا أندوني وباقي الأبنائنا اللي لهم كل محبة وتقدير ربنا يبارككم نعمة المسيح تكون معكم حتى تقدركم لهي الخدمة الجليلة مع الملائكة لأنكم ما بترتلوا لوحدكم ما تنسوا هذا الشيء ما تفكروا أنتوا والكتاب موجودين غاد أنتوا والملائكة موجودين الملائكة بترتل معكم فربنا يعطيكم هاي القوة والبركة حتى تستمروا هيك ربنا يحميكم بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا أمين 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 الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث غير المنقسم لأنه خلصنا آمين ليمتلئ فمنا من تسبيحتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة احفظنا في قداستك لهجنا طول النهار ببرك هللويا 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 نشكر الرب دائماً بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملاً مقدساً سلامياً وبلا خطيئات لنودع أنفسنا وبعضنا بعضاً وكل حياتنا للمسيح الإله إننا نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضاً لأسرارك السماوية غير المائتة اجعل طريقنا قويمة ثبتنا جميعاً في خشيتك احفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة سيدتنا والدة الإله وجميع قديسيك لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين لنخرج بسلام إلى رب نطلب كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون يا رب يا رب يا من يبارك الذين يباركون ويقدس الذين تكون عليه خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملا كنيستك وقدس الذين يحبون باب بيتك أنجم ذلك قدرتك اللهية ولا تخذلنا نحن متكلين عليك وهب السلام لعالمك ولكنائسك ولكل شعبك فإن كل عطية صالح وكل موهبة كاملة هي من العلا من حضرها من لدنك أبانا أنوار فلك نرسل مجد الشكر والجود أيها الأب والابن القدس لا نأكل من دار الداهرين حميد
ποτονί και έως τους αιώνων. Ιεκούν ισμού Ραμπί μουμπάρακεν μην αλάνα βα ηλαντά. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك يا سيد. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام من بين الأموات لأجل خلاصنا، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، بقوة الصليب الكريم المحيي، بنعمة القبر المقدس القابل الحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر، والقديس سمعان القابل الإله، والقديس ثيودوروس، وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين المشرفين هامتي الرسل قسطنطين وهيلاني، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يواكيم وحني، وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية الذي أقمنا خدمة قداس الإلهي، وتذكار نقل رفات القديسين كيروس ويوحنا ماقتي الفضة وشافي المرضى اللذين نقيم تذكارهما اليوم وجميع قديسيك. ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر لسنين عديدة. صلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح ارحمنا وخلصنا. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبنائي عديدة ومباركة وبالقداسة. صباح الخير للجميع. نعمة وبركة المسيح دائماً ترافقكم في كل لحظة من لحظات حياتكم. الله معكم. العذراء تحميكم.